أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة 16 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية أم دومة وتوابعها بمركز طما بمحافظة سوهاج. يشارك في القوافل أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 10,000 مستفيد. مع نهاية 2022 اختتمت قوافل ستر وعافية نشاطها لهذا العام في سوهاج مرة أخرى، والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتستقبل قرية أم دومة بمركز طما بالمحافظة قافلة ستر وعافية رقم 16 بمشاركة 15 جمعية ومؤسسة خيرية يعملون تحت مظلة التحالف، وينظمها نحو 2500 متطوع، والتي تستهدف خدمة أكثر من 10,000 مستفيد. مركز البليانة وقرية أولاد علو هي اللي استضافت التجربة الأولى لينا كتحالف وطني بكل جمعيات المشاركة في قوافل ستر وعافية رقم 1. فكان الختام بتاع قوافل ستر وعافية لسنة 22 واللي نبدأ بيه رحلة القوافل الجديدة لسنة 23، ما كانش فيه أحسن من مدينة سوهاج بلد المواويل إن إحنا نكون موجودين معاهم النهاردة فيها النهاردة. الأهم من كده كمان إن إحنا كنا أطلقنا إن شهر ديسمبر هيكون شهر المتطوعين وشهر العمل ذوي الهمم والقدرات الخاصة، فكان النهاردة معظم الأنشطة الأساسية الخاصة بينا ركزنا فيها على كارت الخدمات المتكاملة الخاصة لذوي الهمم. جايبين النهاردة بفضل الله تعالى بطاطين من أجود الأنواع بفضل الله تعالى، وإن شاء الله وزعنا النهاردة ومكملين لحد آخر الأسبوع بإذن الله. نحن بنقدم معرض ملابس للمحتاجين عشان دخلة الشتاء، عندنا بطاطين برضو عشان الشتاء، وعندنا مواد غذائية موجودة معنا. دورنا الأساسي وهو توعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، غير أنه هي بتعمل علاج مجاني للمرض، كمان بنهتم أن احنا نلف كل المحافظات عشان نقدم التوعية. جايين في الطبي بدكاترة بطنة أطفال أنف وأذن وعاملين صيدلية مدنية، وأي تحويل لعمليات مجانا عندنا في القاهرة. النهاردة بمتطوعينا اللي بيمثلوا 200 متطوع متطوعة من مؤسسة صناع الخير متواجدين داخل القافلة، مشاركين النهاردة بغرفة قدم سكري، ودي بتقدم خدمات لأهالينا من مرضى السكر من تقديم غيارات، وكمان بنساهم في توفير العلاج لمرضى القدم السكري حتى يتم شفائهم. بنشارك بعربيات رعي مصر اللي هي العيادات المتنقلة، احنا عندنا 22 عيادة متنقلة منتشرة في 18 محافظة. لما ننزل مع التحالف بنحاول نوفر خدمة طبية مميزة لأهالينا في القوافل الطبية. وكالعادة القافلة تشمل جميع الخدمات وفق احتياجات المواطنين من قافلة طبية تحتوي على تخصصات عدة، ويتم الكشف والمتابعة بها بالمجان، بالإضافة إلى جزء خاص بالأجهزة التعويضية، كما شملت الأنشطة والفعاليات توزيع مواد غذائية ومعرض ملابس وكرنفال للأطفال وندوات توعوية وتمكين اقتصادي. القافلة دي بتساهم إسهام كبير في مساعدة الناس، وبتدي الناس تعالج الناس بالمجان، وبتدي بتوزع بطاطين وتوزع حاجات للناس. شاملة الكل يعني، نظر وصدر وما شاء الله عليه، يعني مشروع 100% يعني، كنا فين وبقينا فين. حاجة مفيدة لأهل البلد اللي هو مش قادر يكشف برا، فهتبقى حاجة مفيدة ليه هو وفي علاج يعني وحاجة كويسة ليه. حلم من الأحلام اللي كنا بنحلم بيه إنه الطب يوصل للناس. استلمت كرتونة وربنا يبارك فيكم ويديكم الصحة. حاجة كويسة يعني في البلد، وألف شكر لكم. نشكر التحالف الوطني، أتمنى يقرروها تاني وتاني، وربنا يبارك في السيسي وهو يخليني له ويبارك فيه. قطار التحالف الوطني وصل محطته الأخيرة هذا العام ليستكمل مسيرته مع بدء العام الجديد من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بجميع محافظات الجمهورية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.